البلاد تغادر المرحلة الحرجة للموجة الثالثة لفيروس كورونا، ولا مؤشرات على موجة رابعة. تصريحات رسمية أدلت بها وزارة الصحة معتبرة مغادرة الموجة الثالثة في جانب ثان يأتي مرافقا لتحقيق العراق هدفه في إحاطة الانتشار الكبير، لا سيما الذي شهدته الفترات خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة. التجارب السابقة من انتشار هذا الوباء أو غيره بشكل سريع إلى جميع البلدان، نتوقع دخولنا في موجة رابعة. أضف إلى ذلك مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية ضعيف وضعيف جدا في جميع المناطق العراقية. ما يخص اللقاحات، حققنا الهدف المرحلي لكن ما نزال دون تحقيق الهدف النهائي، وهو تقديم اللقاح لكل عراقي عمره أكثر من 18 سنة. ولذلك وزارة الصحة أطلقت حملة ميدانية لتقديم اللقاحات حاليا في جميع المحافظات. أما بلغة الأرقام فلقد أحرزت الصحة في بغداد والمحافظات الوصول إلى نسبة متقدمة من الملقحين، نسبة تلبي طموح منظمة الصحة العالمية وفق البروتوكول الدولي المتفق عليه. والقلق من الموجة الرابعة طبيعي، لكن البلاد توقفت في منتصف المحور بين الشفاء من الثالثة وعدم دخول الرابعة. هنالك خطورة عالية من عودة الموجة الرابعة، والآن بدأت كثير من الدول تعيد إجراءاتها وتعيد حساباتها وتعيد كافة التوصيات والتحذيرات لمواطنيها بسبب ازدياد حالات الإصابة بأعداد كبيرة جدا، وحتى في الأعمار الأقل من 18 سنة. العراق مستعد حاليا استعداد كامل لهكذا موجة وبائية. المخاوف ليست داخلية من موجة رابعة محتملة، لكن الصحة تكشف أنها في عالم متسع النقل والمواصلات، ومع دخول بلدان بينها السعودية وروسيا الموجة الرابعة، فإن هذا فقط ما يترجم حذرها وسعيها إلى المزيد من الوقاية والتحصين. من بغداد لقناة العراقية الإخبارية، صابرين كاظم.